سلطانة، أنت من اليوم ممنوع تفوتي لهون يا فريال، مفهوم؟ تفضلي، فيكي تطلعي. اسمعيني منيح سلطانة، أنا ما كذبت عليكي أبداً، حرقت الصورة يلي كانت هون مشانك، من قلبي كنت مخلصة إلك، هددوني كتير ورجوني كمان، بس أنا ما بعتك، أنا حميتك يا سلطانة هيام، إلك ولولاد السلطان، وكنت رح موت كمان. شو كان لازم أعمل؟ قولي بموت؟ فيكي تأمريهم إنهم يموتوني. مولاي عم يستناني بالحديقة. سلطانة، سامحيني، بترجاكي إنك تسامحيني، لا تظلميني. سلطانتي، مولاي السلطان عم يستناكي بالحديقة الخاصة، بظن جاي هداك الرسام. انت شو عم تحكي سنبول آغا؟ اي رسام هاد؟ مولاي السلطان قال لي خليها تيجي فورا لهنيك، لهيك فكرت انه رسام جاي. سنبول، طلع من وشي احسن لك، روح يلا. عفوا سلطانة، ليش عصبتي؟ أنا شو قلت؟ روح من وشي. مولاي هويام، طمنيني صرتي منيحة؟ منيحة يا مولاي، أنا لما بكون جنبك بكون مرتاحة. تعالي، جبتلك هالحصان، هذا هدية لإلك، كأنك ما حبيتي. حبيته كتير، حلو كتير. شو اسمه؟ ما له اسم، هذا حصانك وانت لازم تسميه. عشق حيكون اسمه. حلو كتير، يلا اطلعي. حبيت سمي هالحصان عشق لحتى تعرف قديش أنا بعشقك. شكراً يا مولاي. أنا اللي لازم أتشكرك على كل شيء قدمتي لي. بالأول أنت قدمتي لي السعادة، وبعدين الحب، وبعدين الأولاد. مولاي السلطان، أنا مستعدة كرمالك أنه ضحي بحياتي وروحي.
بابا. أهلين بحبيبي. أنا حابب أتسابق معك بالأحصنة. اليوم ما فيني، عندي شغل مهم كتير، خليها لبكرة. حلو حصانك. الموضوع تسكر هو يا مخانوم، وفتحوا مو لصالح حدا منا. ما بدك تقول شي لمولاي؟ هاي فرصتك لحتى تخلص مني. لا ما رح أقول شي، بس مو مشانك انت، مشان مولاي السلطان ما يكتوي بالنار. أنا مو حابب ينكسر قلبه أبدا ولا يتعرض مقامه لهيك صدمة. ظالم يا إبراهيم باشا، أنت فعلا ما عندك رحمة ولا حتى في عندك ذرة ضمير. إيه فعلا أنا ظالم. على فكرة ما بيهمني شو ما قلتي ويام خانم، أكيد ما رح تجرحيني، لأنك شو ما عملتي مولاي السلطان بتضل ثقته فيني كبيرة. بس تذكري هالشغلة طول عمرك، فضلي انتو كلياتكن هلأ عايشين، وهلأ المفروض انكن ما تنسوا هالمعروف يلي ساويته معكن. بكفي انه ولادك حيضلوا عايشين وانتي لساعتك قريبة من مولاي السلطان، لا تنسي هالشي ابدا. وانت كمان لا تنسى انه صار في ناس دمهم برقبتك. الحق ما بيموت ابدا. يلا 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 بسرعة عشلو، ما ضل وقت رح يقدن. يلا نشكر الله ونحمده، هاي رح ينتهي رمضان بخير وسلامة. هاد آخر إفطار إلنا، بدعي من كل قلبي للأبطال اللي راحوا على الفتوحات يرجعوا منصورين. آمين يا رب. سلطانة هيام، سمعت إنك بتحبي لحم الحجر وهني صادوهن هون مشانك. وئام مولاتي السلطانة، الناس اللي عنا هون نصبتولن خيام إفطار واهتميتوا فيهن؟ ما بدي ينقصن شي يا وئام. مولاتي السلطانة أبدا لا يكن لك فكر، أنا اهتميت شخصيا بالموضوع. جلالة السلطان سليمان المعظم. يا ريت ما تروح مولاي، نحن من دونك ما فينا نعيش، لأنك الهوى اللي منتنفسه. هيام لا تحكي هيك أبدا، اللي بدي إياه منك إنك تقومي بخير وسلامة. بتمنى لو تأجل حملتك بس لحتى أولد، وجلالتك يكون أول من يحمل الولد بين إيديه ويباركه. خلينا ندعي بالأول إنه الله ينصرنا ويحمي جنود الدولة العالية ويقويهن ويرجعن عديارن ولأهلن سالمين غانمين، وتضل دولتنا العالية تخوف القريب والبعيد. آمين آمين. بابا إبراهيم باشا صار له 15 يوم بالحملة، إمتى بدنا نلحقه؟ مصطفى أنت لساتك ولد صغير، أمك أكيد ما رح تخليك تروح، أنت رح تضل معنا لحتى تحمي القصر. يعني مو بكير؟ ولا أنا غلطانة؟ أنا صرت بعرف حارب بالسيف منيح وما عدت ولد صغير. بترجاك بابا خليني روح. مصطفى هلأ الوقت مانو مناسب أبدا لهذا الحكي. Thank you.
إيمو. عفوا يا سلطانة، ما بتحبوا الراحة؟ وئام، بس قلك إيمون بتقيمون. اصحك اصحك مرة تانية، تحط الراحة قدامي. تحت أمرك. ليش لساتك واقفة؟ يلا إيميان فورا. ويام، شو سبب هالتصرف هذا؟ ويام، حولد مولاي، حيجي الولد. وكأننا ضمنان إنه ولد. ويام، ابعت ورا الحكيمة. يلا بسرعة، شو عم تستنوا؟ روحوا جيبوا الحكيمة. يلا. ويام، بدي البشارة منك انت. ولادتها مو بوقتها، يا رب تقوم بالسلامة ان شاء الله. جبت صبي؟ ما شاء الله يا هيام، جبتي ولد بيقول للقمر قوم لأقعد محلك. الله يخلي ويحمي ويربى بعز أبو السلطان. شكراً، عقبالك إن شاء الله. آمين. بعتوا خبر للسلطان سليمان فورا. إجانا أمير جديد. تيتا، رح يصير عندي أخي جديد؟ ولد أو بنت كله منيح، المهم يكونوا بصحة منيحة وإنك تقوم بالسلامة حبيبة قلبي أنتي. مولاي السلطان، السلطانة هيام جابت لكم صبي. رح سميك باسم جدي السلطان بيازيد. بسم الله الرحمن الرحيم. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمدا رسول الله. أشهد أن محمدا رسول الله. هيا على الصلاة. أنت اسمك بيازيد. أنت اسمك بيازيد. سلطانتي، أميرنا عم يتطلع حواليه وكأنه بيعرف هالدنيا. مثل القمر ما شاء الله، يا سبحان الله. طلع منيح، في كتير ذكاء بعيون هالولد. الله يحميه من عيون الناس. إن شاء الله أيامه الجاية تكون حلوة ومباركة. إن شاء الله يا ويام. على طول تعاود عيله من قلبك. أنت منيح، أنت ما نمت أبداً، روح ارتاح. مولاتي السلطانة، أنا مو تعبان والله، بضل واقف للصبح على رجلي. المهم تكوني أنت منيحة. هلأ رح تشربي عصير مساوينه مخصوص لحضرتك. بحياتك لا دقتي مثله ولا رح تدوقي. اشربي منه قد ما فيك، لأنه قالوا لي إنه هالمشروب مفيد كتير إلك. مولاتي سامحيني، ما قدرت روح بوس إيدك بيوم العيد مشان تدعيلي وآخذ رضاكي.
معقول يكون في يوم أحلى من هاليوم هيام؟ جبتي لنا أمير جديد، شو بدنا أحلى من هيك عيد؟ شكراً يا مولاتي السلطانة، الله يطول بعمرك وتضلي بصحتك وعافيتك ويديمك فوق روسنا إن شاء الله. كل عام وأنت بخير سلطانة. كل عام وأنت بخير. مولاتي السلطانة، جبت لكم الراحة ولوز مبشور من يلي حضرتكم بتحبوه. بصراحة جبت اللوز المبشور كرمال السلطانة هيام، لأنها ما بتحب الراحة. مصطفى؟ بابا ما سمح لي روح معه على الحملة. حبيبي مصطفى تعال عندي. اقعد. لا تزعل، أبوك ما أخذك معه مشاننا. إذا أنت رحت مين بده يحمينا؟ إمتى بدنا نرجع على العاصمة؟ نحن هلأ هون. يلا هلأ روح شوف أخوك محمد، سأل عنك، روح لعب معه شوي. ها؟ يلا. بالإذن منكم. مولاتي السلطانة يا ريت ما تروحي، يا ريت تضلي هون على طول، مو حلو القصر بدونك صدقيني، حتى الحسون بغيبتك ما بيغرد والورد بيدبل. وئام، أنت صاير شاعر أو كأنك صاير بتحب التملق؟ سلطانة، الله أعلم باللي بالصدور، صدقيني نحن هون عبيدكن المخلصين وروحنا فداكن. عن إذنكن رح شوف شو صار بالأكل. مولاتي يا ريت لو تسمحي لوئام يروح معنا على اسطنبول، بظن نحن محتاجين لخدماته بقصر توب جابي. مظبوط هيام، وئام مخلص، أنا طول عمري بشوفه هيك. ليكو هاي السلطانة هيام إجت. سلطانة هيام شو هالمفاجأة؟ ما شاء الله عليه شو كبران. اوعك تقربي وتلمسي. ليش هيك مجتمعين؟ ليش هيك؟ بعدولي شوي. شو هالفوضى هي؟ سمبل مو معلمكن شي ابدا؟ يا بنتي انتي شلون بتلميهم هيك؟ ما بيصير. هاتي، ما بيصير هالتصرف، عيب عليكي. وئام اهلين ست فريال، شو هالحلاوة يا ست فريال، شو هالجمال، شو هالجمال. أكيد المنصب الجديد مخليكي مبسوطة وكمان مشقرقة. خير شو عم تساوي هون بالقصر؟ أكيد جاي لعنا زيارة. مو زيارة أبداً، أنا شغلي صار هون. السلطانة هيام طلبت من السلطان الأم إجي لهون.
معلم، جبنا لك اغراضك. اها، فوتوهم لجوا. تحرك بسرعه، ان شاء الله ما تكونوا كسرتوا شيء. على مهلك يا ابني.